قول ليدخل. يا مولاي، عثرنا على أقدام الفارين، وها هم رجالي يبحثون سبل إلقاء القبض عليهم. أين هم الآن؟ في قرية تدعى الرقيم، قريبة من فيلادلفيا. أحسنت واتيوس. جهزوا لي العرب فورا، سأتوجه إلى هناك بنفسي. لنذهب، الراعي ليس في بيته. والأغنام كذلك، ربما ذهب مع الفارين. في الواقع أنا أتساءل، ترى من أين يعرفهم أنطونيوس؟ يقولون إنهم في أعلى الجبل، أحدهم رآهم يتسلقون هناك. ولكن لا أعتقد أن أنطونيوس كان على مذهبهم، إذ لم أسمعه يوما من الأيام يذكر آلهتنا أو يقدم لها قربانا. على كل حال هو لم يكن سيئا، عمل راعيا في هذه القرية لسنوات ولم تصدر عنه أي خيانة. كما هو واضح فإن جرمهم كبير، وإن ألقوا القبض عليهم سيقتلونهم. هاي 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 هاي، حاصروا أطراف الجبل جيدا وسدوا عليهم كل منفذ للهرب. مولاي، هذا هو الرجل الذي شاهد الفارين. أخبرنا ماذا رأيت أيها الرجل. نعم مولاي حاضر، عندما كنت أجتاز أنجلوس صباح أمس رأيت عددا من الأشخاص يتسلقون الجبل. كم شخصا كانوا؟ إنهم 5 أو 6 أشخاص، لم أرهم جيدا، فقط عرفت أنهم غرباء. وما الذي جعلك متأكدا؟ نحن نعرف أهالي هذه المناطق يا مولاي، لم يكونوا مرتدين زي هذه المناطق، وبسهولة كان يمكن تشخيص ذلك. عرفت أنهم من أهالي المدينة. أردت بداية أن أتعقبهم لأعرف مرادهم، لكنني صرفت النظر فيما بعد. وكيف عرفت أنهم من أهالي المدينة؟ كانوا يرتدون ملابس فاخرة. دهشت لما يفعله هؤلاء في هذه المنطقة، وبت متحيرا ماذا أفعل، ولكن بما أن الأمر لا يعنيني لم أتابع الموضوع إلى أن سمعت اليوم من جنودكم أنهم فارون. أنا واثق أنه لو لم يرشدكم هذا الرجل لما استطعتم أن تعثروا عليهم بهذه السرعة أيها القائد يوليوس. إنه يستحق مكافأة. شكرا مولاي، شكرا لك. يوليوس أسرع، أعطي الأوامر بتفتيش الجبل بدقة متناهية. أيها القائد ابدأ. تحرك. دون شك سننجح حتما. Thank you.
المؤمنين. أعطني يدك سيدي. أنا أستبعد أن يكون هنا سيدي. صدقني لقد رأيتهم بأم العين. أنا لدي أمل بذلك. طبعا يجب أن يكون لدي أمل، وإلا فإن الجالس في الأسفل سينهي أمرنا. هيا بنا. هل سيعتقلونهم؟ صدقيني أنا لا أعلم. كيف لنا أن نعرف أنهم ما زالوا هنا؟ إن كانوا قد تسلقوا هذا الجبل فلا بد أن يكونوا هنا. ربما يوجد مكان هنا يصلح للاختباء. صحيح، هناك كهف كبير جدا. الكهف بعيد من هنا؟ كلا، إنه قريب. إذن هيا. ولكن كيف لنا أن نعلم أن القروي صادق فيما ادعى؟ لا تستعجل، علينا أن ننتظر قليلا. جوليوس، هل تتصور أن الفرين هناك؟ بل أنا متأكد يا مولاي. حسب قول الرجل كانوا 6 أشخاص، لذا علينا أن نصبر. ثق بي، سنقبض عليهم، لن يستطيعوا الهرب. الكهف ذاك هو، إنه هناك. تقدموا الجميع بهذا الاتجاه. هل الفارون في الداخل؟ لا أدري. لعبتكم قد انتهت، أنتم محاصرون جميعا، اخرجوا الآن. يجب أن تخرجوا في الحال، لا سبيل للفرار أمامكم. لقد بتم محاصرين، هيا اخرجوا. أنت وأنت ادخلوا، احترسوا. Oh, my God.
لاوديوس أخبرني ماذا حصل في الداخل؟ لماذا خرجتم؟ كلهم كانوا هناك، إنهم أموات، جميعهم هناك، لكنهم أموات، إنهم أموات. أفهم منك جيدا، أعينهم مفتحة. ماذا تقول يا كلاوديوس؟ إنهم أموات سيدي. قل لي ماذا رأيت في الداخل؟ إنهم أموات. لا، بل أحياء، بل أحياء، أحياء سيدي. أحمق، وهل تعتبر نفسك قائدا في جيوش الإمبراطورية؟